انا اللي بتحسب اللي انت والزواجات يوم تروحين الزواجات عادي، يوم انك تروحين الزواجات تسمعين المطربات هذول عادي صح حلال صح وانا حرام. اصلا اقول لكم شيء بس ما تعلمون احد مع ذو الظهر. تعرفون يا عيال سالت شيخ، مش شيخ مبارك، سالت شيخ يا عيال، قلت للشيخ قلت يا شيخ السلام عليكم، قال وعليكم السلام، قلت يا شيخ اذا انا مسافر شوفوا يا عيال خلوكم معي صح ولا مو صح، قبل لا نفتح الهدايا قبل نروق معاكم الظهر صح ولا مو صح يا عيال، مش استغفر الله مش شيخ مبارك ايش فيكم انتوا. المهم قلت يا شيخ السلام عليكم، قال لي وعليكم السلام، قلت يا شيخ بسالك سؤال، قال وش، قلت يا شيخ انا امسك خط ومسافر ودائما اسافر بالليل ومشكله لاسلك تجيني النوم يا شيخ وما عاد اقدر اركز في الخط كذا يجيني نوم، فلو شغلت اغاني هل يجوز كذا سويت؟ تخيلوا عيال، قال لي حرام اغاني حرام. استمر اقول لكم لا حلال عشان انا اتحمل ذنبكم، لا والله ما اقول. كلهم ينتظرون يلا متى بتقول حلال، يلا نبي نشوف دقيقه توك صح منهم، يلا قول حلال قول حلال قول حلال. يقصقصونا والله انهم كانوا بيقصقصونا يا عيال، كانوا بينزلونها وين بالتويتر والله العظيم. اعرفكم استغفر الله العظيم، حرام الاغاني حرام، انا ادري انها حرام يا والله العظيم. طيب بقول لكم شيء، صح انه الاغاني حرام، عيد السالفة ورجع من صح الاغاني حرام صح ولا مو صح؟ صح، في ناس تقول ان الاغاني حرام ومدري ايش. طيب انت ما تسمع اغاني صح وتقول انت على اغاني حرام، لكن هل انت معصوم من الخطا؟ انت تكذب مرات، انت مرات تحش في الناس بدون ما تحس، انت مرات يعني تغلط على الناس بدون ما تحس، هذا ايش حرام ولا مو حلال؟ هذا حرام. ولكن كل ما سويت شيء قالوا اوه لا ما ادري ايش والله العظيم. تمام زين، اول ما يجي الناس اشعار 3 دقائق نفتح الهدايا. انتوا تدرون يا عيال بقول لكم شيء، امس نكبت نكبه يا رجال والله العظيم، ترى هذه مشكله لما اكون انا ايش فيني كذا شكلي مرتب يا عيال، شكلي مرتب يا عيال، ما احب اكون بهالترتيب يعني، انا اعشق الفوضى يعني دقيقه. انا عارف ما جاء شعر الحين يا عيال، انا عشق الفوضى ايش دعوه كذا مرتب انا بزياده يا عيال، توه صاحي من النوم نمت الفجر، تخيلوا نمت الفجر اول مره صارت من شهر ونص يا رجال، نايم الفجر بالعاده انا انام الساعه 10 الصباح 9 الصباح 8 الصباح الساعه 12 الظهر، بعد ما تقلب على الجوال يمين يسار يمين يسار يمين يسار، الحين انا يا عيال نمت ما صحيت الا نوم ضبط ونصدق والله العظيم. انا يا عيال وصلتني هدايا كثير والله العظيم، ودي افتحها قدامكم، مشكلة احس الهدايا كلها لاهلي ما جاني شيء، بس ابى افتحها عباطه بس يا رب يا رب يا رب ان استغفر الله العظيم انا في شيء لي يا رب يا رب يا كريم يا رب، انا صاحي من النوم يا رب يا رب انت ربي يا رب العطا وجه والله العظيم. تبون الصدق يا عيال والله العظيم، انا مشكلتي مشكله، انا ترى ماسكه معي سوالف وبطول احتمال شوف يمكن ما اسكر الا العصر يمكن. المهم انا عيال مشكلتي مشكله والله العظيم، ليش مدري هل انا اعاني منها لحالي ولا انتم تعانون منها عيال في ذمتكم؟ والله يا اخي الناس اللي يحبوني ما احب، لا قصدي شوف يعني الناس اللي يجون يحبوني مو اللي في البث، لا الناس اللي يجوني برا كذا نيف احنا نحبك، سبحان الله ما احبهم عيال ما ابلحهم، بس لما واحد ما يعطيني وجه وثقيل انا على طول ما عاد اقدر، ما اعرف ليش احنا يعني الناس يحبوني وانا ما احبهم، واللي يحبهم ما يحبون ليش ما ادري، الدنيا معكوسه مضروبه والله العظيم من جد صح ليش صح غلط غلط ليش والله العظيم حياه مشقلبه يا عيال، قسم بالله العظيم الحياه مشقلبه فوق تحت، ما تدري وش الصح وش الداحي، نفس المعاناه نفس شفت هذا الفيديو هذا اللي يقول نفس المعاناه، هذا وجه باقي احد يحبه ما حد يحبه، بس اقول لكم اوه كلنا مع الهبه عرفتوا، كل ما اقول شيء في البث كل ما اقول شيء يا عيال انا بعد كلنا يو حياتنا واحده يا ربي كاميرات مراقب، لا ايش فيكم يا متلازمه جوسكا اللي هلكتونا كل مقطع، لا مو شرط مو شرط مو شرط كل شيء سوى، لا خلاص لو سمحت انا في اشياء فيني انتم تسوونها، يلا العنود ويلكم يا العنود ويلكم، سبحان الله كلنا بشر، لا شوف انا ممكن اكون بشر لكن لا امزح يا عيال
يوه ودي اقول لكم فانسات كلهم موجودين، متابعين لهم كلهم موجودين الظهر، موجودين عيال كلكم يا عيال موجودين الظهر، انتم موجودين موجودين يا شباب كلكم. انا يا ربع ما ارتاح، ارحب 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 والله يا ابي تخيل طلع من كاي 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 ولكم الشباب كلهم صحين اليوم الظهر، خلاص بنعتمد بدوث الظهر يا عيال خلاص. عليها موجوده بعد الغامضه اس اي اس اي، انا ما اشوفك الا بالليل الحين، ما اشوفك الظهر خلاص. المشكله الربع نزلت سنابه ايش قلت؟ قلت يا عيال انا بفتح بث الظهر، سبحان الله لا تشوف كومنتات عندي لا في النوم ما صدق ابغى انا اضبط نومي، تكفى كل واحده بالليل مو واحده الظهر يا اخي، قول انك تمزح حسب الله. كلهم عيال نفس الكلام، ابث العصر نفس الكلام، ابث الظهر نفس الكلام، ابث بعد المغرب نفس الكلام. ترى اليوم البث تعرف انك تبث بعد يعني بعد صلاه العشاء والله العظيم، بس قلت لا بث الظهر حلو دائما تكون كذا سبايسي حراق مولع نار وشرار عرفتوا، عند محاضره اوف عند ناس جامعيين والله. بغيت اجيب شهادتي وادبسها ورا هنا اعلقها عيال كذا، لا وجه الله عليش لا وجه الله عليش لا 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 مو مع الظهر تكفين سكر الباب يا دكتور يا دكتور يا دكتور هلب. خلاص قرار يا عيال، تعال هنا قبل نفس هذا، تعالي تعالي ايوه كف شاطر تعالي ايوه قرار يا عيال باذن الله ان شاء الله. انت عارفه قرار ايش؟ يلا قول ايش؟ ان بنرجع من الرياضة اللي تاريخ ليه صوت شتوي طيب؟ صبع عادي ان بنرجع ديرتنا مع السلامة مع السلامة لكل احد. شكرا على الهدايا اللي وصلت، شكرا نونو نونو شكرا نيني ما ادري ايش اسمها ذي ايوه كملي كملي. شكرا نورا، شكرا كل الناس اللي جابوا لنا هدايا. ماما تسلم عليكم تقول شكرا لكم، واخواتي كمان. تعالي هنا انت رفع لوحده ثانيه يا عيال والله امي قالت لك لا والله انا ما قالت لك والله العظيم انا ما قالت لا يا عيال احلف ان هذا منك والله مني. طوين هذا جمهور ناصر؟ هناك والله جيبي جيبي جمهور ناصر الربع اخيرا دفع. شكرا جمهور ناصر احبكم. يلا جيبي جيبي هداياهم جمهور ناصر الربع كله فوق تخيل. في بعضها مأكولة في بعضها. جمهور ناصر ابخل جمهور بالعالم، جمهور ناصر الربع ياكلون الريال اكل جيبوا لنا هديه. جمهور صوت تخيل عيال انا مصدوم والله كذا مصدوم. جاكم اشعار الحين صح حق البث؟ زين جاء الاشعار وقت ما نفتح الهدايا، خلت تجيب الهدايا خلوا تجيب الهدايا الحين عشان نوريكم الهدايا اللي وصلت. والله العظيم انا عارف نص الهدايا لاهلي وعارف وجهي ما ينبلع ولا اشوف. الله 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 تعال تعال تعال. هذا من مين؟ من جمهور ناصر. هذا يا اخوان من جمهور ناصر. في مره اكلتها يعني ابخل جمهور بالعالم انا مصدوم والله. ايش تقول لهم كلمه؟ شكرا شكرا يا هذه كانت كلها بساكيت هنا وين راحت؟ ما في شيء ما في شيء اخذتيها؟ انا والله العظيم قبل تسافرين من الشقه بوقفك عند الباب والجهاز هذاك على طول نطلعي طلعي ناوي يا ربع تسرق اغراضي يا عيال، تبي تسرق حطور تبي تسرق ايباد تبي تسرق اشياء كثير تحسبين ما ادري؟ كذاب جان العلم جان العلم والله. الدبدوب حبيبي وين مشيناك بالرياض؟ قولي لهم عشان مشوني مطاعم ايوه كافيهات ايوه ودوني كل مكان كل مكان مكان، واليوم بنطلع ويدوني ملاهي. مين قال؟ مين قال بوديك ملاهي؟ اخر مكان اوديك لك اياه الملاهي انسي لا اله الا الله والله العظيم هذه تروح ملاهي الربع تتهاوش هناك مع المصاريف حقين لا لا ارسل المتابعين بكرت مع بغتر شكرا شكرا اموت فيكم. انت ايش تسرون باركود حق العاب؟ تعال هنا شوي ليه تسرون باركود حق العاب؟ انا متقربش فيه انا مالي خلق اوديها العاب يا عيال انا يلا بنفسي والله العظيم. بس امس المكان كيف اللي وديناك اياه؟ والله حلو حلو مره مره. تخيلوا امس رحنا مطعم اوكي في ناس ضيفوني تضيف حطوا لي الصحن وغيروا الصحن وجابوا لي الصحن قالوا كل شيء وجابوا لي مخده وفتحوا لي كل شيء، واليوم اللي بعده فتحوا لنا البيبان
هذا المطعم عيال جابوا لها الاكل وتحسب شو النايف حفله المطعم جابوا لها اكل وتحسبهم انه مره خدمات في اي بي. المطعم هو اصلا لازم يعطيك الاكل يعني. بس كيف بالله المطعم حلو. ايش احلى شيء في المطعم؟ احلى ها احلى شيء في المطعم احلى شيء من الاكل هذيك كذا شو اسمه يا ربي الفتوش الفتوش وش ذيك اللي ذيك اللي طلبناها مرتين خميره لا ها ما طلبنا خميره كلاماري لا ذيك كذا الصفرة اللي عليها هذيك يا بهارات كلاماري يا تخيل امس سويت نكبت امي نكبه عيال ما بعدها نكبه تخيلوا امس جابوا لنا كذا حلو انا حسبته لحمه حقيقيه تخيلوا بعد ما اكلت يا حياتي انا عارف انت بتديره تعالي تدرون نايف طيح الكيكه تعالي انا عارف انك بتديره تعالي حياتي انت ما تعرف يا عيال تخيلوا الاهل ما ياكلون كلاماري عرفتوا الكلاماري ذا الحبار حق البحر ما ياكلونه ما يعرفونه عرفتوا هم ياكلون كل شيء بس هذا الشيء ما يحبونه انا امس سويت مع الوالد الله يطول عمره تقرصيني اول طلبت كلاماري عيال يجيكم مربع ما يجيكم المطعم نفسه يجيب لكم مربع اول ما جاء سويت قلت يا امي انا ما قلت اكسكيوز ما هذا قلت اكسكيوز المهم قلت يا امي جربيها هذا خيار الله يطول عمرك الوالد اول ما جربته والاهل جربوه قالت والله حلو وش هذا طعمه مره عجبهم اول ما خلص الاكل واروح جوجل اوريهم صوره الحبار قلت هذا اللي اكلته هذا اللي اكلناه ايش هذا تخيلوا عيال بس من بعدها عجبهم صاروا ياكلون الصدق يعني اول شيء ما استغرقنا كذا ايش ما استفرغنا بس انت لما شفت هذاك تحس منها لحمه طلع شوكولاته الحلا ذاك عرفتوا على صورت سناب ذاك اللي طيح الخنيف الكيكه طاحت بالغلط طاحت من نفسها كان يحط لي صحن وليد ابلع يا وليد ابلع كان يحط لي صحن لكن في احد يروح مطعم ايطالي بيقول جيبوا لي رز لا انا قلت جيبوا لي سوشي ما في ما ادري من قال جيبوا لي رز انت السوشي ما في الوالدة قالت تبي رز عيال مطعم ايطالي وهذا تقول تبي السوشي اشغلتنا تعرف تتعب شفتوا هذيك الشوكات حق السوشي تاكل فيه السلطه حق الفتوش اكلت فيه كل شيء غبيه الشوكه ما ذقت فيها تخيل معاها معاها حق السوشي الاعواد الاعواد حق السوشي قعدت تاكل فيها الملعقه يا الشوكه عرفت حق الاكل قعدت تاكل فيه انا تخيل كذا ابغى اشيل الاكل وما قدرت اشيل جابوا لي سووا لي حفله ودها وين اوديها؟ اوديها مطعم سوشي وش السوشي؟ هذيك كذا حاجة ملفلفة وش في جوا؟ كذا خو رز رز وش بعد؟ صح فوق كذا على شيء عرفته نسيته كنت عرفته لكن نسيته مكرونة كذا جوا مكرونة أول شيء مكرونة صح عزيزي بس سوشي أنا بوديك سوشي خلاص بس تاكلينه سري سمك ني حم حم متى فقرة الهدايا؟ ترى هم انت بتجرب ما يعني ما تبي يعني عرفت بتجرب متى فقرة الهدايا؟ فقرة الهدايا الحين يلا بسم الله الرحمن الرحيم فقرة الهدايا فقرة الهدايا فقرة سمحت هديتي كلها هدايا لا هدايا يا ترى والله العظيم في ناس تعطيني وجه والله العظيم في ناس قاعد تعطيني وجه هذه هديتي يا اخي انا بشوف انا بفتح اذا هديتك سكري كف يا دقيقة يا اخوان اصبر خليني ارجع الكاميرا ورا يلا متحنسين كذا دقيقة كذا انتو قلبي انتو كل حياتي كذاب عشان الهدايا جبتوها حادث معلش جيب الجوال ايوه كذا زين واضح لا يوخر شوي اول هدية هديتي اوكي دقيقة خليني اثبت الجوال جو ايوه بس هذا ايش فيه هذا يطير عين صح؟ حاطه على اعلمكم ايش؟ على هذا يا لحد شوفوا حط على ادوات العلاج لا حد اليوم اخوي قطع رجولي لا حد ركز على البطانيه ما ادري الفرش اللي ورا تكفون يعني لازم احنا لازم نحط بصمه الديره يعني لازم يا اخوي قطع رجولي يلا بسم الله الرحمن الرحيم فقرة الهدايا افتح هذه انا اللي فوقها هذه هديتي يا بنت الناس هديتي والله في ناس نبدا بالصغار بعد الكبار يلا هذا ايش بسم الله الرحمن الرحيم خلنا نشوف ترى بسم الله الشيطان استغفر الله العظيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يلا خلي بسم الله تصبر ووو هذا المين السلام عليكم هذه نيف ان شاء الله تكون كشخه عليك بتلبسها
يعطيكم العافية. شوفوا عيال. واو البلوفر. تستاهل هذا يا نيف الهدية لك. هذا بلوفر. شوفوا عيال. شوفون عيال. شوف البلوفر يا جماعة. تستاهل يا قلبي نيف الهدية هذه. خلي ملابسي. يا حبيبي يا قلبي يا نيف ما لقيت اللي عليك. يا لب قلوبكم والله. رجع الهدايا حقتي. رجع الهدايا حقتي. رجع الهدايا حقتي. أكمل يا جماعة. حقتي. يعطيكم العافية عيال. ما قصرتوا. إيش كيف؟ كيف رفع لاقي علي؟ مقلوبة. صح. لا كذا صح. كيف؟ يعطيكم العافية. الثانية واو. الثانية واو. لكن أحسها صغيرة عليك. ليش؟ لا صدقيني لاقت علي. لا تحسي تكفين مرضى. الله يسعدكم والله العظيم ما قصرت يا ربي اقسم بالله. احبكم مره. يا شفتي كيف يحبوني شفتي؟ نقرا الكرت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم اقرا. انت اقرا. ما تعرف تقرا. يلا تقول اولك العام وانت بخير ثانيا ايش؟ يمكن جامد لك تيشيرت وقلت دقيقه قل جبت لك تيشيرت وقلت عنه ما نشفه. انا قلت هالكلام رفو؟ لانه واسع واتمنى تنسق ايش؟ السريلاك ادري ايش عشان تمتن والتيشيرت. اختي انت قاعد تكتبين في اي لغه؟ الفارسيه ما فهم شيء. المهم بتلاقي مناشف في البوكس حطها جنب لا من هذه لا 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 دقيقه افتح رفع دقيقه بتصير في هوش اليوم. دقيقه بتصير في هوش في هذا منه مقص منه خلاص منه شو لا تنسي كشخة تعالي تفتحين هذا تفتحين بسنانك. شوف 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 استنى خليتها يختفي امه خليتها ما هو وين المقص يا دنيا؟ وين المقص؟ دقيقة هذه؟ طف انا تو صاحي من النوم. من جد ترى هو من جد المقص وينه؟ الجراني. جيب الولاعة جيب الولاعة. اوكي. يا جيب الولاعة تعالي. ترى والله العظيم يا عيال ما تكون محترمة الا في البث، يعني اساس انها بتجيب وتسمع كلامي، لكن لما اسكر بث ترى ما تعطيني وجه، قسم بالله انا وياها تسفير. امس في المالية يا الربع ساعتين قاعدين نتضارب قدام الناس. يا عيال قاعد تمسك بشعري قدام الناس في المالية يا عيال، قاعد جرني اجرب شعري. ولا كنا اخوها الكبير، ولا لي كنا احترامي ولا اي شيء. بس هي ماسكة علي عشان كذا. ايوه. يلا انا بفتح. جيب جيب لا تحرقين البيت كامل لا. قد حرقتوا انتوا البيت اول لا. قاعد احرق الفرشة بالبخور. يا اخي بيحرق البيت، ترى لقيتها مقص. ليه ما تجيبينه؟ تبينا نحرق صح؟ شفتوا كيف خبيث خبيث؟ غطي غطي عشان ما حد عشان ما يتبند، وخر كذا غطي غطي الشاشة، أيوه. يا رب الحرق قلبي خلك تتبند. هذه لكم. أوه نايف نايف حسه ولعها بظهري. تكبير مواضيع تكبير مواضيع. دقيقة لا هات هات احرق احرق انا شو دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واخر واخر بسم الله صح دقيقة يلا بسم الله وش سريلاك سريلاك خلو خلو لي يا اخي مناشف مناشف والله العظيم يا صاحبة الهدية ان باقي جبتي هدية راح اتصفق معك. هذه ابي اعرف هذه مين؟ مين اللي قطع ملابسها وسيعة كلها منشفة؟ انا بعرف الحين. مين اللي جاب؟ مين اللي قال انا مين اللي جاب لي هذه الهدية؟ ابي اعرف. ما مين اللي جاب؟ ما في وحدة يا الربع انا قطع ملابسها انها جابت ملابس قطع عندها مناشف. وش مين؟ ما انا مخليها قبع. عرفت 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 اسمها قبع عرفتها. افتحها. دقيقة اصبري. نعرف افتح هذه. دقيقة قولي لا اله الا الله. لا اله الا الله. قولي لا اله الا الله. اصبر قولي لا اله الا الله. قولي لا اله الا الله. خلو خلو اما بيجيها اسرع ميوت بالعالم. خلو خلو. شوف يلا. انا جابت لي مناشف. هذه هذه هذه. هذه مناشف انا انشف فيها ايش هذه؟ هذه نشف. لا هذه مساحة. لا. مساحة. استغفر الله. استغفر الله. هي الملعونة. افتح افتح. خلصت المناشف كلها. اي اللي تبي تورطني هيا نفتح هذه دقيقه تبي حسبي الله يوفق حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فيك هذه تنشف ايش هذه تنشف خشمي بس شلون هذه وش هذه شلون نشف فيها هذه شلون اطلع كذا يعني شلون ماني فاهم يعني اطلع كذا معلش تحت يلا لا صدقيني فيها لها فكره تعرفين ايش هذا لا 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 مو كذا مو كذا اه يلا ها
هذه مناشف رجلي هذه واحدة، هذه مناشف الرجل الأولى. اوه شوف شريف، هذه مناشفت الرجل الثانية. خلاص كذا أتوقع الفكرة. طيب خلنا خلنا يلا هذه تبي تورطني يا عيال، تبي تورطني. ما هذه؟ ايش هذه؟ هذه ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فكرت بسم الله الرحمن الرحيم. شو الوالدة؟ المرة الأولى زرفنا بنك وجبنا لك جي كلاس، بس خيب ظننا نحسبك بتزرف. يا عيال اللي جاب لي الهدية اللي بالجي كلاس، عيال هذه غبية، تحسب ان الجي كلاس لي؟ ما تدري ان الجي كلاس جايبين يحتفلون فيه ويمشي. هذه مستانسة تحسب الجي كلاس لي مو لي انا. المهم هدية هنا كمان. ايش دقيقة خليها خليها كلمة افتحها حبة 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 حبة. قول لا اله الا الله، قول لا اله، خليها خليها. بس خلينا نحسبك تزرفون بس تلقم سيارة على قد الميزانية، بس ما علينا، جايبين لعيونك نظارة طبية تحميك من ضوء الشمس والأشعة الزرقاء. بما أنك تموت فينا وتبث بالساعات، ملاحظة حنا جروب اس تي سي مو بتطبيق ترى. الله يعطيكم العافية اس تي سي. شكرا أنكم بس سامحونا تكفون، تدرون أنكم جابونا في فواتير والله بذكير بذكير مناكير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. واو 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 ده خلي عندي 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 بسم الله. في هنا حاجة. ايش مكتوب؟ ما مكتوب شيء. ايش بالله كيف يا رفا؟ اشوف دكتور. دكتور صح؟ انا دكتور صح؟ السلام عليكم، معنا المريض رفا. ايش عندك؟ ايش عندك؟ اصرفوا له زيت زيتون ولا سفناب وخلوه تذنب. زيت زيتون ولا سفناب وخلوه تهج. لا لا دي كذا تلمعها. دي اخري. جيبي ترى داري. يلا داري داري. اشو يلا دكتور انت تمام؟ يلا جيبي دكتور صح؟ خليك هنا وقفي. ايوه ايش هذا بسم الله؟ دقيقة وخري شوي. ايوه تعال يلا تعال هنا اجلسي. صغيرة. يلا اجلسي. السلام عليكم يا دكتورة. وعليكم السلام. دكتورة انا تعبان بطني يعورني. ايش تبغى؟ ما ادري يا جماعة اصفروا. دقيقة معي دولة. دقيقة دكتورة بطني يعورني. معي دولة. بطني. هاك هذا الدواء. وشو هذا؟ سيريلاك. ما بطني يعورني دكتورة. بطني. سيريلاك ينفعك. شيك على بطني. دكتورة وين رحتي؟ راح تصرف لي السفنات بعيال. هذا مزرب. هذا تعرفين ايش؟ ايه هذيك الساعة اللي كنا نقلبها. لو خلص الوقت وخلاص ما عاد بتعيشين، ايش اخر شيء بتسوينه؟ بموت بنتحر. صح. المهم يلا هدية ثانية. الهدية الثانية دقيقة اصبري. عندي هذه. وش هي؟ عندي هديتين دحين. هذه انا بفتحها وذيك انا بفتحها. خلاص كلها هذا. هذا حقت مين؟ شو؟ يا رب حقتي يا رب. باقي اخر هديه عيال هناك. خلي 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 بحطها هنا وقف. طب لا خليها هنا ورا. تعالي خلي نشوف. هذه ما اعرف الهديه من مين. بسم الله. ايش على الوالده؟ توقعي. ماما. توقعي. الشاره؟ لا. ساعه؟ لا. شرط؟ لا. خاتم؟ لا. خاتم؟ لا. شمس؟ لا. لا ايش؟ لا ايش يا عنيف؟ قلتها طيب صورة وساعة. اسمع تشوفونها هذه شكلها ذهب. بنبيعها انا بسرقها. بسرقها انا. اسكتي ناخذها. ايوه اقسم بالله لما تعطيني اياها لعلمها. والله العلم انك كنت بتسرقينها والله العظيم. طب اسمعيني اسمعيني. طيب انا بجرب. تبي تروحي الالعاب؟ تبي تروحي الالعاب؟ بجرب. طيب شوف شوف هاي. هذا شش نبيعها نشوف. بس تمام نشوف موديل ثاني ساعه. اسمعي نبيعها بدون ما امي تدري. تمام طيب اوكي. بس انا باخذ الفلوس. لا بديك ملاهي والله. شو يا جماعه؟ شوف اوكي شعرات خساعه. واو مره كشخان. ترى بنزرفها الوالده. اسكتي انت تعرف مين. يلا الهدية الثانية نحطها بجيبي. تمام هذه آخر هدية نشوف. أنا بفتحها. خلنا نقرأ وش نقرأ. ترى والله العظيم في كرت. أقسم بالله يا نايف لا تكذب. أحبك. أقسم بالله نايف. والله العظيم أقسم بالله أحلف. أحبك نيف يا من... لا والله أحبك يا من سرقت قلبي. أنت أروع ما في الحياة وأجمل وأغلى هدايا العالم. حفظك الله ورعاك لوالديك. بنت قالت لي هالكلام. دقيقة اصبري يا خافتح. انا استحيت. اصبري والله العظيم. من هذه؟ زهوري. من زهور.
خلاص قدام الأهل قدام الأهل أحبك وما أدري أنا 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 في أنا في موت اليوم أنا بطرت أنا اليوم بطرت يعني مناشف اليوم وأحب خلاص مطرود مطرود أنا مطرود لا والله يلا إيش بقول صحيح أنت إيش بقولك أنت إيش بقول إيش بقول إيش بقول بغت تحرقنا يا خلاص ها أنا هذي أنا هذي أنا هذي ليه 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 هذي ولا حق أحبك أنا حسب تاري أنا استحيت أنا في حجائر عندك إيش هذا توقع تبيعين خضار صح ما راح يدخلون المطار عندك نص كيلو ألعاب أنت شايلة وزن زايد وزن زايد وزن زايد وزن زايد في حجائر وش حجائر ما في حجار حجار مكيف لو تاخذينها ويلك يا خي ولاعة ولاعة لازم ولاعة ولاعة اوه مفتاح يس ها ليش ولاعة ليش ليش ها ولاعة هذا خلاص انا افتحها لك واو هذا من ها جماعة احبكم والله كل شيء كل الهدايا اللي جبتوها لي اي لاف مي وشو هذا؟ البيت ما تحبين تسوين شيء؟ اها شاكد احنا نلعبها ايش؟ هذه اللعبة خلاص ها؟ خلاص؟ ايه نفتح هذه دقيقة اصبري يا قمرنا يلا اول حاجة يعطيكم العافية اخوان يعطيكم العافية الله يسعدكم يا رب وما قصرتوا والله العظيم فعلا ما عاد ادري ايش اقول والله انت ابي شكرا شكرا مين هم يستاهلون الهدايا اي هم هدايا صدق بلا خساره فلوس بدايق رقيش ولكن فالحه تخسرني الربع على راسي اي ما في محل الامس تعرفون تهاوشنا ليش عشان مكياج تبي تشتري روج روج ليش روج عشان يكون حلوه روج عشان تكوني حلو داخل المحل عيال كذا فلوس شريتها روج الربع ب 500 ريال تخيلوا كذاب شريتها لها كذا ما اشترى لي يا جماعة اقسم بالله انا فقيرة شوكليت اشو بسكوت وينه اتوقع اتوقع لازم تطبخين صح لا ها شفت البقايا هذه هذا عصير وش هذا هذا خيار ايش هذا هذا خشبي هذا ايش مدري بطاطا بطاطس يا ناس تسميها بطاطس مقلي والحين بطاطا الله يديني واو واو عصير برتقال يا اخوان اول حاجه اعطيكم العافيه الله يسعدكم نفسك كاشيره انت كاشيره بياع انت اي والله انا كاشيره يلا بتبيعين يلا لكن لازم حجائر ما في حجائر ما في الا في يا جماعه كم قهوه حجائر ايه لازم في قصور اتوقع فيها حجائر لا ما فيها جرب شفتي في حجار شو هذا كيا اشتغل والله اشتغل ليها شكل المتابعين يلا بيعين بيعين يلا يلا تمام يلا تعالي هنا الكاشيرة كاشيرة تعالي يا البياعة استنى يا البياعة تعالي يا اخي بعطيك الفلوس ما انا بدفع فلوس ما معك
نصات. اي يلا ما معي، جيب الفلوس. في نصات. يلا يا البياعة يلا تعالي. نصات هذه. يلا. هات ليمون. اصبري. هذا الحليب. تعالي يا البياعة هنا، تعالي هنا. تعالي هنا. هات البياعة. بيه بشتري كلها. تعالي. تعالي يا البياعة. شوكلت دقيقة قفل الشوكلت. تعالي هنا. هنا تعالي. بسم الله. حط عصير برتقال. يلا اصبري، تعالي قربي. خلي الناس تشوفك، تعالي. انت تبيعين. عشان اقول عنك وياها. يلا تمام. السلام عليكم. استنى باقي باقي بس. جهازكم خربان؟ لا. مسكرين ولا فاتحين؟ انا الحين بنفتح لو سمحت. ليش مسكرين؟ ما مسكرين. ها. الحين بنفتح لو سمحت. استنى بس. يا ربي عشان ما تتعقد نفسيا عيال، او انا المتعقد مو هي. والله العظيم. تعال تعال قربي شوي. تدرون اليوم اشتريت قهوة. ترى هلكت امي، راحت قهوة راحت مزاج. هي باقي صغيرة عيال مجنونة القهوة هذه. أنا صغيرة وصف ثالث. وش قهوة اسمها رشلاتة؟ ترى صف ثالث. يا عيال أمس هلكتني غثتني. أنا أبي قهوة ما أقدر. قلت هدي هدي مسكوها يا أمي، مسكي بنتك. أبي قهوة. إيش تبي قهوة؟ قالت أبي اسمها رشلاتة. خلاص يلا. يلا يلا تعالي قربي شوي. لا. قربي قربي قربي. قربي أنا. لا لا مو واضح. قربي. إلا واضح. أيوه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. متى تفتحون؟ دحين فتحنا. فتحتوا؟ في خصم اليوم عروض؟ في خصم. عندي بطاقة العثيم ينفع؟ هذا موثق. ها وش المحل شو اسمه؟ هذا بس فلوس اسمه. محل ايش؟ محل فلوس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كم هذا سعره؟ من جهازكم خربان؟ لا لا مو خربان. ما يطلع صوت خربان؟ من قاعد ما في صوت؟ هذا بخمسة. خمسة ريال؟ صغير هذا بنص خمسة ريال. ليش؟ بريال اصلا. بريال؟ ايه. طيب والشوكولاتة كم هذه؟ صلاة ما اكلها. شو اسوي كنت جوعان ما نشتريها؟ ها؟ يا اخي انت بطيئة يا اخي. يا اخي استنى. جيب مديرك يا اخي، جيب مديرك. يا اخي استنى قاعد ادور السعر ما لقيته. شوف هذا السعر. اي هذا هذا اي هذا. كم سعره؟ كم؟ 3 ريال. ورا كم سعري؟ شوفي كم. ما عليك ورقة. صح. هات. دقيقة بعد هذا الليمون، ليمون ليمون، كم الليمون؟ كم؟ بريال. خير ان شاء الله. ريال يا كسي غالي عندكم. نص ريال قصدي. وعروض رمضان؟ نص ريال. ما عندكم عروض رمضان انتم؟ اللي عندنا عندنا. وش العروض؟ هذا يلا حاسب. وش العروض؟ جيب السلة. دقيقة أمي ما جات، أمي ما جات، انتظر أمي تجي. قاعد تاخذ أغراض. أصبري. هاك. حطي بالكيس. حاسبتي؟ هذا الكيس حطه. طيب هاك. استنى حاسب عصير برتقال. يلا حاسبي. هذه غشاشة، هذه غشاشة. غشاشة قاعد تاخذ مني فلوس زيادة يا إخوان. وست ريال. هذا 6 ريال ليش؟ يا عيني. أقول اسمعي بياع اسمعي. ما تغشيني. يا ما غشين. طب أنا الأغراض اليوم عندنا عرض. وش العرض؟ يا حكيم أستاذ محمد، أستاذ محمد. ها خليه يجيبوا لي أغراضي بسرعة. وش العرض؟ وش العرض؟ أبي العرض. العرض 5 ريال. 5 ريال ليش؟ كل شيء 5 ريال؟ إيه. بو 5 هذا ولا سوبر ماركت؟ 5 ريال هذا 5 ريال. يلا. 5 ريال. هذه اللي حسبتها لك أخير. شوفوا أنا. يلا عصير فواكه 5 ريال. 5 ريال كل عصير 5 ريال. هذا 5 ريال يا ناس. سوبر ماركت غشاش. سوبر ماركت حقهم غشاش. بقايلهم غشاشه. 5 ريال. كم حساب؟ استنى باقي. يلا 5 ريال. كل شيء 5 ريال اليوم. 5 ريال ابو 5 مو بسوبر ماركت. 5 ريال. حط اغراضك. وسر لك هذا. متى جبتها؟ ما يدخل في العربه. ما يدخل هذا بالطياره. هذا ضغط حب 6 ريال. ليش؟ 5 ريال. شفتوا كيف غشاشة؟ سعر. استنى شوف سعر. يا كم سعر؟ الوالدة بتاجي؟ لا خلاص سحبت علي. مية وثلاثين. شلون 130؟ ارجح مقلب مقلب. عشوة. 40. 40. 5 5 10 5 20 30 40 40 صح. 40 ريال. أوكي. الحساب في شبكة؟ ما في شيء. سمعت استنى باقي 40. استنى فين الأرباح؟ طيب هذه طاقة العثيم سووا لي خصم.
تدخل الأربعين. خلاص. هذه لا ما نقدر الطاقة. ما في؟ ما في بطاقة. كم حساب؟ كاش. 40؟ 40 ريال. وش ذا ما في بطاقة؟ والله ما عندنا بطاقة للشوف. تعال شوف ما عندي فلوس تونا فاتحين. تو فاتحين. تبون أسوي لكم إعلان؟ أجيب الفلوس. سن. فيها ليل؟ كمان. فيها لك. جيب هذا. ها. شكرا. يلا هذه مني لك. عشانك يلا عشانك هذا أول يوم تداومين فيه. تمام؟ وين البقالي ما يشيل أغراضي؟ طب أنا بشيلها لك لو سمحت. بياعة وتشيل أغراضي؟ سوى عندنا كذا. أنت إيش تسوينا في السوبر ماركت هذا؟ ها أوكي. عذبتها. ما عذبتها. ما عذب. خلاص يلا اعطيتك وجه عشان ما تتعقدين. هجي انت سوبر ماركت حقك الغشاش هذا. هو انت الغشاش يا جماعه. سارق فلوس. انا سرقت فلوس؟ طال امزح. ما سرقته. فين فيها؟ حرامي والله حرامي. لا الولد. دقيقه يا اخوان اصبروا. وش هاي نسوي الباربي؟ باربي شحال. أجيب. إيش بتسوين؟ بسوينها ميك أب. ميك أب؟ يلا سوينها. فكي يا فكي. لا بمشي طلعها شعرها. يلا فكيها. شو؟ أنا بابي جير. أنا بابي وير. لايك بلاستيك. إيش ما داش مكتوب بابي. بلاستيك. أفكها. رفع بيتزوج وحدة زي كذا. يا أخي يا جماعة والله لو ما سطرونا. هاك. افتحها. خلاص تتزوج باربي يا رفض. اما بابي جيت. يلا هذي باربي. هذي باربي. ترى هذي الوردة خربت فرش اخوي. الوردة خربت فرشة. ييه. حرام عليك عذبت اختها. يا اخي هدى هدى هدى. ها. فتح عذبناها لنا. منورة منورة يا حبيب. صح. اي ردي قلبي يا ريري يا ريري. ما تريري خلاص. تعالي جيبي وجهك. جيب وجهك. خلينا نحط وجهها وجهك. اوجد الفرق. اوجد الفوارق 90. يلا عم ببروشة بلاش كذا كذا. هذه نشبة. هذه ما تفتح. ليه؟ حرام بنتي ريري. اسحبي اسحبي اسحبي. في مطاط يا ما في مطاط. خلاص يلا قوي من وراء المطاط. ايوه صح. كنت قولي قولي يا اخي اعطيته بويسه. لعب. ايوه لا قال ليه ما تعطينا بويسه لكن اخوك ما تعطينا. يا سلام. كاتي كاتي كاتي. اسحبي 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 تنفك. لا والله خايف المطاط. ما ينفك شعره. اسحبيها. لا مطاط يا سلام. ينفك ينفك ينفك. مطاط من ورا يا حبيب. اشو؟ مشطها. هذا مشط شنبي. والله مشط. خلينا نشوف مشط. مشط شنبي شنبي. كيف؟ خلاص. حرام بنت. أح صليعية. يس. صليعية. انصلع من الجنب. مسكينة ما عندها. شكلهم في بطنها. شي. عند اللعبة. ناشف شعرها هنا. ناشف الكرتون ناشف. لازم تسحبينها. اسحبي اسحبي. لا لا انت اسحبها. يلا اسحبي انت. لا لا بس ها فين ذاك اللي
الأشكال ولا وشو؟ لا لا ما ينفك بحرك شعرها. لا ما بتحرك شعرها يا حبيبي. والله بحرك شعرها. طب امسكيها 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 دي امسكيها. تبغى تلقعيني. ما راح اولحها. امسكيها بس زي كذا امسكيها شديها. ما بروح اجيب المقص واجيب. وش؟ اي جيب المقص. يا اصبر. ماما جيب المقص يا امي. المقص والله حب كبير يا عبود والله العظيم. ماما طريقي. انا بلاد بلاستر. معاك مندوب هدايا ورد. جيبي جيبي لعبتي. يلا ها فكيت مندوب. انا بقيتها شي. الله الشعر حرير. شوف الفرق شعرها وشعرك. مسكينة مصالحة من هنا. شوفي يا عيال يا عيال فيها ثعلبة هذه. شوفي مشطحة يا ربع حقتك هذه فيها ثعلبة تكفي. فيها ثعلبة. فيها ثعلبة زيتيها. حط جايبين لك باربي فيها ثعلبة. باربي حبيبي. ما ينفك افك ابك. اصبري اسحبي اسحبي اسحبي. شعرها خايفة بقصه. قصين شعرها ليش؟ تقصي لها بوي؟ ايوه بقص لها في الطيارة بوي. اسحبك من قصك. اسحبي اسحبي اسحبيها بشعر. قطعت شعرها بدون مقطع. لا اسحبيها بشعر. اصبر عشان ينفك هذا. دقيقة بينفك. بينفك الحين بينفك. دقيقة يا اخي يا جماعة. ايش هذا الكرتون؟ ليه ما جبتوه؟ خلاص فك فك خلاص. ايوه فكيناها اخيرا اخيرا اخيرا. هلا اليوم رحنا عند الابراج. خلاص 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 الله خلاص. اول مره في حياتي اشوف باربي نشبه زي كذا. والله العظيم اقسم بالله باربي نشبه. ناصر يلا ناصر ناصر ندخل عشان هذا. ناصر دخل قست الى الحال. اوكي تمام عشان تشكرين جمهور وتقولين شكرا. يعطيكم العافيه جمهور. ابخل جمهور. يعطيكم العافيه. عشان نقص عشان نقصها ما عاد قصها شعرها. قص شعرها. لا تقص توها جات قصين شعرها. جيبي خلها تستاح شوي. ايه بعد الضربه اللي جات ترتاح. اصبر شوي خلينا نشوف مندوب الهدايا ارسل لي. اصبر عندنا هذا ذا باركود حق رفع حق لا 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 مو هدية. يمزح بالغلط مغلط. اشوف شوف فن رفع. هدية اصبر. رفع مكتوب رفع يعني هدية لي اخي. في كشة. شوف كشتها. ما حد شاف. ما حد شاف كشتك انت. طيب يس دخلونا مع منصور زايد. ايش تبري تبري؟ تكادي موجودة. ما حد موجود اليوم. ما بل انا وياك الظهر بعدين. ما غير انا وياك والمتابعين اليوم. الله العظيم وناصبين. كنت بقول شيء. كنت بقول شيء بس سكت قدامك. خلاص ارتحت يا اختي. خلاص ارتحت. ارتحت ارتحت بعد الشيء اللي جاها. بس اسمع شو اللي جاها. ليش اشوف باربي والله تشبهك. شو؟ قط 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 يا ريري سمتها على قطوتي. حبيتها انا. عادي باربي شو هيك؟ لا لا مو عادي. يلا نقص شعراتك. يلا خلنا ندخل اخوان قيست. قيست مع ناصر. خلنا نشوف مين فاتح باب. يا جماعه في كادي. شوفوا كادي مفتوحه. مين؟ كادي مفتوح بقالتها. تي اصبري. يلا مستعدين نقص بسم شعرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اصبر. قصت. قصي مين؟ شعرها قطوة. دقيقة خلنا ندخل مع جيني شوي.
صدقين توي تشوف دارتو. اهلين ابو شاب كوفي وانت؟ والله انا في البيت جت هدايا. كلمية كلمية رفا كلمية كيوت. شوفي رفا كلمية رفا. سلام وعليكم السلام، كيفك وحلوة؟ قاعد قص شعر باربي، جايبين لعبة باربي قصت شعرها كلها، قص ما تركت شعرة واحدة، قاعد قص شعرها. الله يحفظها. شوفي كيف صار شكلها، شوفي والله كانت مرتبة، شوفي كيف صار. صارت خاربة باربي شحن. ها؟ وصيل شعره لنيف، سلب النيف. مقص مقص يا لا تخلي تقص شنبي، ببكي بذبحها. يا اخي بمشط شعر الباردي. امشط شعره بس خلي مقص بعيد لو سمحتي. قصي له قصي له. يلا يا جين ايش رايك جوله واحده؟ يلا تمام جوله واحده. لا حبيبة قلبي انت، هلا بقول لك شو انت على العين والراس. جايز كيف تشيروا اللايف؟ سريع. معلمها على احكام، معلمها على كل شيء، ما يمديك لا تحسبينها بتقول يا الله كيوت. لا هلا بتشوف كيف تشيروا اللايف جايز. خلاص اللي عندك قاعد تحرك حرق خلاص. ما عم نسمعك ما عم نسمعك، راح الصوت. مين عندهم صوت فيل؟ تبي تسمعين صوت فيل؟ تبي تسمعين صوت فيل؟ تعال تعال سمعينا سمعينا صوت الفيل. شوف شوف صوتني انا ما شوف لا يحكمني انا اصلا ماجد. اسمع صوت الفيل. شوف شوف دقيقة سمعينا صوت الفيل. نسمع صوت الفيل؟ ايوه ماما سمعين صوت الفيل. شوف شوف سمعتي 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 عندهم فيل. ايوه شوف اسمع صوته ورينا الفيل. ديجا اسمع صوته. شوفي شوفي اسمعي يا اخي. جايز ورد 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 ما شاء الله فيل بس بعده صغير الفيل. جايز ورود ورد يا عيال ورد ورد جولة واحدة ورد. جايز فيكم نجيب الورد فيكم كل شخص وردة. ورد 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 جايز ورود. يا الله يا نيف انت وورودك. ما في انا تخليني مع 60 ورده 100 ورده 500 ورده ما عندي. ليه ما حدا كبر لي ورد؟ يا عيال سكر الورد عندها وتعالوا. تربل تربل يا عيال تربل. راح الورد يا اخي شو راح تربل علي؟ يا الله بدلك مجد مطمئن. ورد يا عيال تربل 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 يا قلبي ترابل يا عيال ترابل ترابل يا عيال. جايز نحن طلوع يلي تغلى بالحلال ترابل يا شباب. يا عيال يا الربع ترى عندها عندها عيال والله العظيم عندها عيال انتبهوا. أمها تدعم لها. أمها تدعمها. أمها قاعدة تأكل الفيل. أمها قاعدة تأكل الفيل. يا عيال الدولة مطلوبة مش سير لايف. تربل يا عيال تربل 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 يا عيال تربل تربل يا عيال. ورينا الفيل. كل ما يفوت عند حدا ما فيه ما فيه. ورينا الفيل. ما ينفع الفيل ما ينفع ما ينفع. يا يا قلبي هذا مو فيل. هذا مو فيل هذا. تعرفين امها ايش تسوي؟ تفسد لعنه نيف. ما تفسد ما تفسد اتركها يا حلوه. روح العب بشعرات البوبي يا شيخه. دخلت عليها مره مسوي مناديل كذا. ايش فيك انت؟ قديش عمرها ليش؟ 10 سنوات. 10 سنوات تسوي لهم استدعاء. انزل انزل أكبر شو طويلة. أنا صف ثالث. صف ثالث هي تدرس. هي أصغر أصغر مو بعشر سنوات صح؟ ليش بعشر؟ 6 سنوات. 6 سنوات عمرها 6 سنوات. 7 سنوات قصدي. 7 سنوات.
دحين بدخل بالعاشر. سبع سنوات تدخل عشر الحين، شلون نطت مع الزمن بدري. يلا حقت البيت ترى خلاص احسن لك ما فيه الكفايه عشان ما تتعقدين خلاص. شو الدبدوب الكبير؟ جابوا لها العاب وط... وهلا كيف سميتي دبدوبك الكبير؟ سميتيه نيف صح؟ ترى نيف تدري للحين مقطع رتاتوي، مقطع رتاتوي لما قلت لك انك تشبه رتاتوي طالع اكسبلور عند الاجانب. اصلا جيني تبين اصلا تدري انها تعزف عود وتغني؟ ما شاء الله على القليله موهوبه مش نفسك. انا عندي مواهب انكد عليك والله العظيم. جيب العود في غرفتي تحصلين عند الباب. تخيلوا عيال من جد ترى تعزف عود وتغني. الحين اوريكم اصبر دقائق. صوت 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 صوت. شوف شوف يعني سكر الباب. يلا جيني 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 تعالي اسمع 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 المتابعين. تعالي تعالي ايوه اجسي. ايش بتسوين اليوم؟ ايش بتغنين؟ غني حبيبي المايدين هذا. بتغني شيلة على العود. طب اخر وخر عني عشان نقدر. يلا اسمع بوريكم من هنا بسمحكم خبر. يلا طبعا تعزف مشط. يلا ضبطت الآلة؟ ضبطيها؟ أوه. يلا لا بعد ما ضبطت الآلة. يلا خلصي. يلا بسم الله بسم الله قلبها عامل بالإيمان بسم الله قبل. يلا أدي الله استنى نجهز. ترى ما يعزفون شيلة على عود. شيلة بعد ما حد يغني. عود مين؟ جيتار اسمه. مخلت عود وخلي على الله بس. أغني أغني ثانية. يلا جربي. لا لا يا غيرة. يلا. أنت تحب حفظ الكتكات؟ الدعك الناس الكتكات يا خلاص من حفظ السنة. أوكي. ما شاء الله عليك. تعرفي شو لازم تعملي؟ لازم تكسري الجيتار على راس نيف. هي 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 بغت تكسر فوق راسي من جد. لا 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 والله ما بكسره فوق راسي. دقيقة اسألي وش قهوتها؟ اسألي ايش قهوتها؟ شو قهوتك؟ لا لا وش قهوة سودة. قهوة سودة تخيلي شلون؟ ما ادري انا مصدوم. امس تخيلي امس طالعين واغثتني نيفا بستاربكس بستاربكس. قلت ايش تبين؟ قالت راسي عورنا بقهوه. قلت ايش تبين قهوه؟ قالت قهوه سوداء. قلت كيف 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 يا قلبي انت قهوه سوداء وانا الحين اشرب تعرفين ايش؟ قهوه كراميل. تخيلي معها قهوه سوداء في الكوفي وانا كراميل قهوه حاليه. انا مستحي وعمري 7 سنين. صح نسيت حقوق الانسان. الحكم الأول كيوت. تخيل إيش الحكم الأول؟ تحسين الفيل. لا 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 أمها أمها تحسن لا. شوفي يا حلوة ليكي بدي أقلك شي. آخر مرة لعبت مع خي كنيف لعبت جولتين وفزت عليه حكمت حكم وهو ما نفذ فأنا أخذت منه حصانتين وكسرت أول حصانة بعد في عنده حصانة. بلش حكمان أنه يحكم. بلش حكمان خلي تقول لي سوي دوت مع مقطع لي وأنا كذا ما أدري شو أسوي. تخيل أوكي كم عمرك؟ تعا تعا شوفي شو حكم علي. شوفي شوفي مين حكم على مين دويتو لأنا رحت وحكمته دويتو على مقطعه. شوف
بتروح تعلم امي تقول انا مسوي دوت مع بنت تخيل. جيني بيحكي البنات يسوون دويتو على مقاطعه. لا 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 ما سوي بنات دويتو لا بلا. وهذا تأكيد على الموضوع وحكمتك تسوي دويتو لفيديو تبع اليوم الوطني السعودي وما سويت، فأنا من عندي ما بنفذ لك. عادي عادي. حصانة كم طيب؟ واحدة؟ واحدة الزمن، فزت عليك جولتين بكل جولة حصان، يعني كسرت واحدة بعد عندك واحدة. خلاص تمام. يا رب يا رب قلبك، نشوفك. إن شاء الله، باي. هل لكت شعرها يا عيال؟ هل لكت شعرها تهليك؟ والله لا. الناس تشبه، الناس تشبه. لا 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 مو بالحين، مو بالحين، مو بالحين. أطلع فوق. يا بنت الناس مو بالحين خلاص. تكفي تكفي. شوية شوية. ناس داخل قست، داخل قست. طب ورني ورني. إذا الحال أوكي، الحين داخل قست. طب ورني. إيش أوريكت؟ ورني يا حبيب. يا حبيب. إيه. خلنا نشوف. لا لا ما عنده حد اللي تكذب. والله عنده. يلا ادخل عنده ونشوف. يلا هيا افتح حق سبيه. اه يلا حط حط يلا هذا يلا. يلا اخباركم؟ ولا طيبين شلونك؟ تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ شو جمهورك جاب لها هديه؟ رفا كيفك؟ والله انا تستاهل تستاهل. رفا تعالي تعالي. رفا عرفني عليها. انا ما تعرفت على، قول لها انا هيما. نيف معليش اعذرني بس رفعنا هاشتاق عليك في تويتر بس عشانك يعني ما طلبت يعني قست تاخرت. هاشتاق ليش؟ توصلون هاشتاقات دقيقه تعال. والله رفعنا عليك هاشتاق المعذره والسمح يا اخوي. يلا ها شوف يا مظلوم هلا خلين. يلا ها شوف وجههم تسدد النفس. يلا ها والله رفعنا عليك هذا بناء هذا طلب من الجمهور. يلا اعزف اعزف. ناصر متى تنزل شيلتك؟ ان شاء الله باذن الله اربع ايام، اربع ايام ان شاء الله بالكثير. الشيله لها سنتين ما نزلت. شان طول شركه عليك. والله العظيم خلاص نيف خلصت خلصت والله ما عاد بقى شيء. وش الشيله حزينه ولا لا 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 لا, لا حزينه حزينه مره كذا هاديه. من جد انك تغني؟ هي تغني تعزف. يلا غني لنا. يلا واحده تقول شيله وتعزف. رهف وين هديتنا؟ هذه هنا. ابخل جمهور بالعالم شلون جاب هديه ما ادري. كل تبن كل تبن استاذ كل تبن. وين 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 الهديه؟ الله تستاهلها والله والله تستاهل. كانت مليانه الانفود بس اكلتها. تستاهلها والله. تصدقني انا اللي قايل لهم جيبوها لاني انا كنت في دبي ما اقدر ارسل لك. كذاب كذاب ما قال لهم ولا شيء. يا قول ثلاثه. هلا جينيفر. هاي جايز. هاي موديل. هاي جايز. كم باك نيف ناصر. ما عنده مستوى يا عيال. احس هيما كذا فهمتوا هيما اللي من كثر ما هو من زمان عندنا مزعي من دقيقه اسمع دي ماني ترى اسمع انا ونيف تقابلنا في النادي بس نيف ما كملت النادي ولا لا سحبت على النادي. والله نادي الجربان والله هيما ونيف فيه. نادي النادي اللي ما يعض لك ينحفك. والله تراني ها شوف جسمي تغير والله. هنا ما تغير شيء. هيما ما تغير شوف ها صاير معضل والله. لا ما يجي. اسمع ناصر انا رحت النادي اوكي كنت اتمرن وبعدين رحت المكتب حق التسجيل حق النادي قابلت نيف كذا فجأة وصدمت جاء نيف على طول حضني وسلمت عليه وسلمنا على بعض كمان هذا تغير بس والله فرق اول كان زي بريعصة الحين لا والله صراحة الجسم ها صدق كبر والله العظيم صدمني انا استحمل شوف هيما للحين يعني ما انصدمت منه متغير يعني كذا اللي انصدمت منه تدري انت ما شفتني في الواقع في واحد شفته والله اني احلى والله قسمت قالت لي امي تقول لي الف بنت تتمناه يا عيال كومنت تسكروا يا عيال خلوا هيما خلوا هيما خلوا هيما شوي تدرون وش الصدمة؟ الصدمة والله في مين؟ سمير شفته في اكسبلور ضرس العقل قسما بالله ضرس العقل من مين؟ سمير عرفته نيف؟ ايه عرفته يا رجال ضرس العقل كذا قصير
وظهر بس. يودو معضل يا ولد، ماخذ أمر من شو مسوي. ما حد يمدح إلا والله. أمي ترى أنا على فكرة أهم شيء أمي قالت لي إن أنا من جدة يعني طالع حلو، هذا المهم والحمد لله. أوك أصبري 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 داخل رباعي أنا. نيف ما كمل إلا ما كملت في النادي. ليش يا نيف ما كملت يا أخي؟ بين وقت أصبروا أصبروا. أصلا ما بحسوا للنادي تخيل في واحدة راس للنادي. أخبارك يا جينيفر؟ نيحة وأنت كيفك؟ أرسلت لك والله الحمد لله. أنت حاطة فلتر ولا كذا؟ يدرون أكثر من منشفة جوال المنشفة. لا 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 نيف نيف هذا وش شوف المنشفة اللي جاتني ما ناشف. شوف هذا وش لكم خربت ولي والله مو حاطة. لا تخسي عم تخسي وش ذا المناشف المثيرة للشبهات الألوان عليها ملاحظات عرفت؟ الألوان عليها ملاحظات والله للأمانة. يلا ده اسمع المشكلة شوف المناشف كيف قدها. شوف شوف جماعة تكبير تحكير لك والله من دمني يا هذه تغطي بها نيتك نيتك ممكن كده على همها سرعة. هذه الرفا جابها الرفا مو بلك. لا لي أنا. أيوة شو الأخبار شعلونكم؟ بالله بالله أسألكم بالله يعني هي مقاطع البثوث ولكن بسأل جينيفر ونيف أمانة معكم هل اشتكتوا لناصر؟ لا يعني في البثوث كذا. سأل نيف وجينيفر أم نيف جيوب. أنا دوري جيوب جاوي. والله طبعاً أنا بصراحة يعني من عندي بسأل الأشخاص المتعودة ألعب معهم وهم أشخاص محترمين طبعاً. ليش أنت تحت يا جينيفر؟ ليه في ناس مو محترمين لعبت معاهم؟ ايه ايش صار؟ والله جينيفر والله جينيفر صار مكتوبة مكتوبة مكتوبة. قولي شو يا نير؟ قولي مكتوبة حسك والله قولي عادي يا ذا الشيشة. يعني اكثر منه لوحده بيعبر في واحد يعثر. ايش ايش قالت؟ ما سمعت والله. وجه وجه هيبة في واحد يعثر. لك هاي فيل فيل يا فيل فيل هذا رفا تحسبه فيل عندهم فيل فيل. تخيل رفا بس عليه ايش حكمت؟ قالت رفا الجينيفر طلع الفيل اللي عندك. تخيل مو انت جيني صح؟ لا لا والله مو انا والله والله ما عسل والله مو انا ولا احد. انا في البقاله انا ممنوع اكس عندي رفا يعني ايش مش بيكون عندي رفا يا مو انا يمكن هي يمكن عامل البقاله. لا والله ها شوف على الجوال والله انا تركتها مو كانك تعسس. جايز جايز ورد 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 يا عيال من قاعد يعسس يا عيال تكبيس يا عيال تكبيس تكبيس يا عيال جايز ورود. يا الله بالله كيف التيك توك معاكم؟ كيف الدنيا معاكم؟ والله الدنيا نفسها انا لي سبع ايام ما بثيت والله. شوف عاد لي اسبوعين رجعت افتح الصباح بس ما ورد 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 اللي كان عندي صادق ترى فيه مشاحنات وكذا يعني ما الله يعينك. انا والله صدق في الليل تصير حرب والله عدم صدق احب مشاحنات والهواش انا خلاص صدق لا عاد توكلون رفا شوكولاته. شو فرط الحركه تعال قاعد يجيب رفا خلي نتعرف عليها يا اخي. رفا تعال ابغى يتعرفون عليك. حرام الدبل تعال تعال تقرنك تعال بس اشوفك في المقاطع ابغى اسلم عليك. تعال يلا برا برا هيما 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 شوف 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 رفا تعالي. القلب هذا لمين؟ لي انا لي انا. طيب رفا رفا امانه امانه لو يعني لو قالوا تتمنين لو نيف خلاص يعني ما يكون في الموجود وناصر السبيعي يكون اخوك اوكي راضيه؟ وا والله جاهزة أخوك. لا يا نيف ليش كذا؟ جان والله من جد صار عليها والله هي ما تخيل تقول تقول انا احبك اكثر من نيف. يا عيال ولكن اخوي انت تجيب لها هدايا. اسمع طيب رفا 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 من تحبين اكثر انا ولا نيف؟ يا حلوه الله يحفظها ان شاء الله. خلها ينولع يا نيف تريكو نيف نيف يعنف رفا حبيبي تعنفني. رفا 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 تعالي تعالي شو اخبارك عساك طيبه رفا رفا
ايش رايك نسحب عليهم انا وانت نروح نعمل شوبينج ونشرب بلاك كوفي؟ لا بدك بني شو راح يعمل الاثنين؟ تقول ايش رايك نطلع السوق انت وياها؟ تعال بوريكم حاجه. وش يلا طقص هي. طبعا حنا ما صرت بارك الرحمن مش معوده لي نتصيد يا ذا البقاله يا ذا البقاله. والله والله بحب اوريك والله العظيم. جيني هلا كذابه نفس موديها السوق. ترى شكله ما بتحب السوق من وراك. شو معلمه شو انا السوق ولا لا دلعتك؟ وش هي لا بها الجوله وش هذا؟ ترى كشخة ترى هي معها فلوس كشخة. تبغين قهوة سودا؟ أنا معاي فلوس ترى يا رافع. تعالي ساعة تعرف عليه. أجيب لها هدية أجيب لها حنة وسدر. لا وجه الله عليك ترى موجود عندنا الحين. وينه؟ والله العظيم. اسمعي رافع 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 أنت في الرياض صح؟ شهرين أنا هنا. شهرين؟ والله مو فاهم. لا يومين كنا شهرين. لا يا جماعة أنا ما أرضى والله. أربع أيام هنا. واحد صفر. أربع أيام ثم تروحين القنفذة. يوم الخم. الثلاثاء. الثلاثاء بنروح. بس اسمعي رفا لا تروحين لازم أقابلك. خير. وقدامي؟ وقدام أخوك؟ والله نيف لا. نيف لا لازم 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 نشوف رفا. جينيفر جينيفر بعد. إيه وين أنتوا بالرياض؟ جينيفر جينيفر لازم نشوفها. ان شاء الله بس اجي باخذ رفقه صدوره معي متركني دخل العيب اسكتي عيب ما سويت شيء. لا انا عايش الحمد لله بس انا لي اسبوعين. عيال ضغطوا الشاشه ضغطوا الشاشه جماعه كبسوا 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 اسمعوا ان من اللي فاز الجوله الاولى احنا انا ولا انت يعني انتوا قولي احنا انا وهيما. اسمع نيف نيف انا وياك بالفريق صح؟ ايوه خلاص بحكم ناصر من جولتين الحكم الاول معناته من جولتين من جولتين ما في جولتين. شكرا راديره يا جماعه انا بحكم نيف بحكم نيف شيروا انتوا ما يبدي انا برا لسه ما اسمع اسمع نيف نيف وش رايك؟ هي متوقعه نت اليوتيوب هاي محمد بدل لا اقابل رفع انا بجيب فوفو. من فوفو هذا؟ ما تعرف فوفو فوفو نفس رفا ترى بس اني ما اصورها واجد بخليها تتقابل هي ورفا اعصار بيصير جايز ورود ارميهم 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 رفا يلا سكر الباب جايز اسرع ورود ايه ورد ورد رفا ورد يا عيال ورد ورد ايه قفلوه دحين اجي اسمعك يا جيني بس سماعه قفلوه عيال ورد ما بيشوف ده علمك الظاهر دبل على الدبل دبل على الدبل الدبل تسكر عيال كفو عليك تقفل 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 كفو هن تقفلت انا ما تقفل يلا دبل زادو ثانك يو بخلي فوف بخلي فوف بخلي فوف تقابل رفا يلا سكر بقى يا عاد دبل على الدبل ناصر خلي مقطع من الاشياء لحقت أربع أيام أربع أيام يا أخي عطنا تست عطنا تست سمعنا عطنا تست يلا يلا نسمع جايز الجولة ما تروح نيف برسلها لك فخص اسمعها كاملة يلا لا لا أنت الحين غنى ها غنى غنى شوية مقطع أغني قصدكم أنا بدون موسيقى إيه خلاص عادي ما في مشكلة يلا دقيقة دقيقة خلي يروح هذا شكلهم ما شافوا منصور يوم نزلها كلها جاب العيد فيك يعني مسوي تشويق الله يسعدك يا شاد شكرا تشويق اربع دقائق يا بعد عيني في الطوب الشيله ثلاث دقائق هو سربها اربع دقائق فهمت مشكور يا جاد هذا النجر حقنا سلم عليها يلا ها بشوف اشوف جايز ديفو الدعمين بليز بس ثواني جاد يا جاد يا جاد شكرا يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال لا جادو شكرا يا جايز ثانك يو انا خلاص انا جاني فوبيا والله جاني من جينيفر من جينيفر جاني هوبيا شغل الكومنت يا عيال طبعا هذا مكان جايز اذا بنجيب الفاصله يلا عيال يلا عيال احتزم يا هيما يلا والله هيما ها
هلا والله. هيما. ها ها. هاي. هلا والله هيما. هيما هذا اللي وراك مين؟ واي سو كيوت. هذا. هاي طبعا بنات اللي تحت. لاحظتوا نيف لما اسكوره ما تقدم كيف خبى وجهه؟ والله الرجل يبتسم اول مره، ليش تبتسم؟ لانه ما راح ينزل لي في الحالتين. هيما 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 نيف تعال عادي مال هيك هيما لا هيما لا لا هيما اذا حد قال لك الله يطول بعمرك شو تقول له؟ ايه اذا حد قال لك الله يطول بعمرك يطول عمرك ايش نيف قلت؟ الله يطول عمرك نفس ما قال نيف إذا أحد قال لك الله يطول بعمرك شو تقول؟ الله يب طول الله شأنه صح والله ترى ما أعرفه بس كذا طيب, طيب ليش تقول مطوع ذيك المرة الله يطول راسك؟ يعني شوف الواحد مثلا يتعلم عرفت؟ ناصر إلا ويحر يبغى يحرجني أمزح أمزح تدرون عيال أمس في مقطع أسمع جادو أطول كثير صناعية جيني ونيف بالله شوية يلا غني الحين يلا ولا أنا يلا خليها هيك اغني لكم يلا يا بالله قفل جوالة هذا احس مو بجوكم غني لنا كلكم مو بجوكم تنفع حق صور دركسون طاره كذا ناصر والله ما سربها ارسلها لي في الواتساب يلا باقي اربع ايام اصبروا والله ما سربها ما في برنامج ما راح ينزلها فيه صدقني اعرف هذه باقي اربع ايام اصبروا حتى بالنادي بشغلها جبنا الفاصله الله يعطيك العافيه جين والله جيني انك محزن باقي الفاصله شو حس بتميزك ما تصلح جيب جينا يلا يلا ناصر يا حنا دفتك ضايفتني خلي أنا دقيقة يلا والله إنك محترمة صراحة بس أنا عارف إني قلت لك إنك حاطة فلتر والله ما كنت أدري الفلتر لا والله بالعكس عادي ليه ولك الفلتر حبيبي والله من جد هذا ما فلتر اصبر مفلترين من الله ترى حزينه كذا هاديه فهمت عرفت الشيلات الهاديه كذا يلا ايه انا جوي الشيلات الهاديه اصلا انا ديبرست بس سمعكم بدايه بس بدايه يلا سمع عشان ما يتخرب يعني بسمعنا موسيقى بس الحين لا لا بسمك لا لا بدايه جماعه ما شاء الله وجهي صاير حلو لا حبيبي يلا اسمع هادي هي ترى هذا هادي صح كلها هادي والله هذا كيف امشي هذا اللي لا تكمل ولا الماخذ حقك يجريك حق نفسي لنفسيك ما علمتها ماني حالف بروحي وانت روحي تبيك وانت صادقت تبكيك ايوه صادقت جينا الحين نطلع وانت صادقت تبكيك ما صادقت والله حلوه خلاص رايك ما شاء الله ودي اكمل لكم بس عاد شيله حبيبي ريان لا لا حلوه حبيت المقطع والله هذا هي لحنين ترى هي لحنين هذا اللحن الاول بس اني انا ما ابي اوريهم اللحن الثاني فهمت عشان ما تخرب يعني يا ناصر والله جامدة الله يوفقك ناصر من اللي ملحنها اللحن من اللي ملحنها تسربت لين قالت بس احس انها اذا نزلت مي بناجحة لا تفاعل خليك متفاعل ان شاء الله تنجح لا لما تسربت وانا انا شغلتها في البث مليون مرة منصور سربها ما كل الرابط موزع في كل مكان كيف فهمت واحس خلاص راحت يعني ما احس انها ما وطولت يعني انا تاخرت عشان غزة يعني طب صار لها سنتين شيله الحمد لله ما نزلتها عشان غزه والله مين الله يوفقك بس حلو يعني والله العظيم هو قال يبغى يقول لي فين طفله صغيره يبغى يقصده رهف كلها هجت خلاص شوي بتجي انت تتابع ايس كريم ويلكم حلوه بس والله بس والله حلوه يعني انا راضي عنها تمام الرضا والله لان لو تسمعونها ترى في البث ما يوضح معك احد ولا انت لحالك صح تسمعها كذا في لا لحالي ليه كويس عشان ما تنحرج هم مبسوطين طفشاني ما غير توبه خلاص امتى بتنزلها بتيك توك يا ناصر اول ما نزلها المره راح بعد اربع ايام جينيفر كذا بعدها بحط ترند عليها يعني بصور عليها مقطع تيك توك يلا سعود كذا شيء اكيد انت بتنزل القناه انتم بتنزلون بحلبكم بتنزلون القناه بحط لك حسين باقي بتنزلون مقطع في التيك توك وبتنزلون كل شيء حلب اخويا على الفاضي ما توقعت متى بسوي شيء انا نزلها في تويتر نزلها في انستغرام خلاص تطلع ترند في تويتر انا صراحه تعرفوا نحن ما بنستعمل تويتر
انا ما عندنا عندنا نستعمل لا طبعا شوفي نيف هو عامل تويتر معامله انستغرام ترى يعني تغريده لازم صوره ما ادري ايش يحس فيه جينمر عندكم تويتر في لبنان تستعملونه هناك ابو تركي ابو تركي تويتر ما كثير متفاعلين عليه بس انستغرام والله والله داخل الحين جوله باقي دقيقه بس المري يا بعد يا مري ابعد المري يا عيال لا تروح الفاصل هذا دقيقه بس الفاصل يا قوم لا الظاهر اني محكوم يو ترى طلع طلع ترند ان عندي مسابقه بيني وبين نيف البنات هجموا بالتويتر ترند جوله رسميه نيف وجينيفر صار جوله رسميه ترى احتمالكم بيني وبين جينيفر عيال اللي اعلى سكورات في البطوله العصر وجينيفر اذن اجا من اكثر الحين جينيفر انه خابرين هي اكثر وحده سكور اكثر وحده هي بس انت ولا منصور مغرب انت ولا منصور يا اخي ما ندري الحين احتمال احتمال تكون بيني وبين جينيفر احتمال احتمال بس جمعه الشهر الجاي صح اتوقع والله بتتمصط يا رجال ما عليك افتح الباب ما عليك جينيفر تبقى عزيزه وغاليه بس يعني تحدي وان شاء الله يمشي جيني عندي انت ايش ايش برجك الدلو اكواريوس الله نفسه برجي حبيبي انت قول والله مثلا نيويورك يا سعود كيفك انت هي متاكد برج الدلو الدلو حباصه ترى ناصب دلو شخصيتك قريبه من شخصيتي احس ما في انت شاب طيب صح بس ذكي انا اي صح شفتي والله من جد لا شوف انت هي ما احس انك برج الاسد العذراء لا انا الدلو نفسها والله الحمد لله فزنا الله وجهك يا سعود سعود شكرا سعود ثانك يو الحمد لله معايا واحدة تفوز يلا فاز علينا نيف يلا يلا نفذ الحكم محمد والله محمد وتركي انتظرني فاعطوني حكم كذا سهل اتخيل اول مره يعني من فتره بعيده وفز عليكم الحمد لله سويت شكرا بصدق ما قصرت ما قصرت هيما هيما شو احكامك علي نعطيني احكامك شو عبالك بدك يعملوا لك على مين كل على ناصر انت حكم بالاول لشوف انت شو راح تحكم ولا شوفي انا بمناسبه رجعت تمام ليش سالت جينيفر وما سالت انا دقيقة خلص شوفوا شو شوفوا شو رح لكم انا بما انه السكور العالي عندي اول شيء من بنقول ويلكم يا ناصر ناصر ترى عندك حصانه من جيني وانا قلت فزت عليها عشان دي حصانه ناصر من رحب فيه ومن له ارحب من جديد ومبروك الغنيه ما في حكم انا مسامحهم برضو ايش عندها اليوم رونق والله بسوي انجازات والله العظيم بسوي انجازات جيني ايش فيك نيف انا مسامحتك خلص الحمد لله يلا ناصر ايش برجع تعال هون هي هي تعال هون انا برجي العقرب يا رب قلبك يا جنفر يا رب قلبك نيف شو برجك برج السرطان برج البكين انت نفس نفس العدد برج الحمير يلا يلا يا برج خلي الشيء تكحن واحد نزلها يلا وين راح يلا كنا علق ما علق يا اخو ما علق والله مو حقيقي عيال انا جالس مع العيال ذاك اليوم جالسين على جلسه كذا جلسه يا عيال يا الربع جلسه كذا دايريه اقول لهم يا عيال ايش رايكم طفشانين كذا ايش رايكم نقول ابراج بعض يعني وش نشوف صفات بعض قالوا يلا ما عندنا شيء خلصت سوالفنا وما في شيء نسولف فيه يا الربع المهم واحد من العيال قال لي انا برج شو اسمه برج ايش شو اسمه ذاك القوس قلت طيب يلا صفات برج القوس انت انسان كريم هو ابخل واحد يقول ايوه انا كريم هو بخيل ما يدفع ريال انت انسان متعاطف تنسى بسرعه تتخطى هو كذاب يتذكر شيء صار له يمكن من 40 سنه يقول انا اي والله فيني كله كذب كله كذب عيال والله العظيم كله كذب كله خراف كله دهف والله العظيم ما كله كذب انا برج السرطان برج الحساسين انا حساس برج البكاين انا يبكي ما في شيء برج اللي ما يحقدون انا حقت عليكم المتابعين توجيهكم قسم بالله ما خليكم انا يعني حس ما في اشياء مو منطقيه يا عيال بالعقل ما دخل حس دي اصبر دقيقه وين من تبون عيال ودي العب مع اجانب عيال دخلوا مع اجانب في اجانب فاتحين ما غير الاندونيسي عيال ما غير ادخل بث واطلع ما في غيره والله صوتكم ايه اقول لك ما في في البيت شيء اسمه سكر باب والله العظيم يا اصبر خل نكمل بث
يلا عشوائي يا اخوان. اللي يقولون رفا رفا خلاص راح تنام وان شاء الله يعني بعدين. خلنا نشوف خلنا نشوف مين 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 مين. خلنا نشوف ولا خلونا نسولف يا عيال. امس والله العظيم سناب قلب عندي كذا قلب فجأة 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 يعني. تخيل صار امس انا قاعد اصور سناب. بقول لكم بقول لكم يا رب دقيقة دقيقة لا تقولوا ليه. بقول لكم ليه بقول لكم. امس عيال صورت سناب سناب طبيعي زي اي واحد يصور سناب يا رجال. وش قلت؟ قلت والله يا عيال اني خاطري في قهوه من ستاربكس ونزلت سنابه. لا تشوفون واو واو لا تشوفون السناب عندي. استغفر الله هذا الستاربكس اللي يدعمون ذول. الستاربكس هذا اشرب منه والله العظيم لو شربت اني قاعد تدعمهم. الستاربكس هذول والله ما منهم خير. كل سناب انا عيال وانا اشوف قاعد كذا قاعد اسوي شو السالفه؟ ايش بس مسوي ستاربكس؟ ايش مهبب ما ادري. وش صار؟ قولوا لي السالفه يا عيال. ما ادري قولوا لي يا عيال. امس سناب تفجر ما عاد حتى من الخرشه ما عاد طلبت ما عاد شربت قهوه لا عدني روقت. ايش صار؟ ليش؟ ليش الناس ما تسب ستاربكس؟ مشكلة اصلا متابعين قاعد يتابع البث قاعد يشرب ستاربكس. ها؟ ليش؟ ما صار شيء. ليش؟ شركة ستاربكس تدعم اسرائيل بجزء من ارباحها. وما لقيت اللي انت يا ستاربكس تروحين تدعمينهم. ليش؟ ليش؟ كل شيء كنتاكي ماشي ستاربكس ليش؟ يدعمون اسرائيل في ذمتكم. في ذمتكم يدعمون اسرائيل. ستاربكس. انا شلون استفرق؟ شلون اطلعها من بطني يا عيال؟ ابو شكلهم. والله انه ماك كرجال، والله العظيم يا عيال انه ماك كرجال. ماك دعموا ترى الفلسطينيين ماك. حتى ماك ما كان شايفه بيدعموا الفلسطينيين شلون 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 اكيد يدعمون بعض. هذا اسرائيل هذه ما فهمتها. لعنه الله عليهم استغفر الله العظيم. غريبين يا اخي والله. يفحصون عيال والله يفحصون. انا كل ما نكت على نفسي رح دعيت عليهم. كل ما حضايقني رح دعيت عليهم. شلون ناس ساكنين في دوله طبيعيين حالهم حال نفسهم شلون تجون كذا من باب الطاقت يا اخي ملاقيف يا اخي. ودي يا عيال اسفر فيهم بس بتمنت والله العظيم اني ودي اسفر فيهم يا عيال بس عارف اني بتمنت والله العظيم. وانا مالي خلق اني اتمنت. ايش رايك والله ما عندي ايش رايكم يعني نسكن في مكان كذا احنا يعني ما عندنا كرامه نبي كذا دوله نسكن يعني جنبهم يعني كذا ناس قطين وجهنا يعني ما ندري. ما يصير يعني انا الحين عادي اروح مثلا كذا من باب الطاقة اروح اسكن بيت خوي ما ينفع. التيك توك دعمهم لا لهنا وبس. من جد من جد يا عيال انا خلاص بشوف البرنامج ثاني بث فيه خلاص خلاص. الله لي يوفقك التيك توك. ليش جاكو 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 يا عيال جاكو يلا يلا جاكو يا لا ما انتوا كل شيء حطيتوا دعمهم 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 دعمهم. لا يا عيال ودي اقول لكم شيء. اصبر دقيقه. تعرفون يا عيال والله العظيم تخيلوا انا صار لي ثلاثة اسابيع ثلاثة اسابيع يا عيال والله العظيم. خلونا نسولف بعيد عن طقطقه والضحك تمام. خلونا نسولف جد شوي جديه شوي. المهم تخيل يا عيال ثلاثة اسابيع صرافتي ما يدخل فيها ريال من التيك توك. تخيلوا اسحب فلوسي صرافتي مو قاعد ينزل فلوس من التيك توك يا عيال. تخيلوا عيال كل ما اسحب فلوسي صرافتي مو قاعد يدخل شيء فلوس من التيك توك. تخيلوا كل ما يجي لي شيء اروح اسكر بثي بسحب ما يدخل فلوسي شيء ولا ريال. تخيلوا اطالع اسبوعين عيال الحساب مو قاعد يدخل فيه شيء. اتمقل اتفخت ما في. تخيل عيال واروح للمشرف السلام عليكم كيفك؟ قلت يا حبيبي حسابي متهكر صرافتي هي نفسها بتيك توك يعني شلون؟ تخيل عيال طلع انه هذا الشيء كل اللي قاعدين يبثون بالتيك توك مو بس انا. تخيل عيال فجأة وادخل التيك توك كل الارباح اللي في ثلاث اسابيع كلها موجوده في التيك توك. اول ما شفت حسابي ما تهكر الحمد لله كيف اسحبها الحمد لله. يعني جتني خرشه يا عيال يعني جتني خرشه يا عيال والله العظيم من انخرشت. حسبت
حسابي متذكر خفت على الحمد لله. وبعدين بقول لكم شيء بس بيني وبينكم يعني هذا اعترف، انتم ما تدرون عن شيء تمام، ما تدرون عن شيء، ممكن ما تدرون عن شيء. تدرون عيال في فترة من البثوث ما راح أقول لكم قبل كم، أرحب يا ناصر منور منور يا ولد الكويت يحبلكم والله. المهم في فترة من الفترات عيال ما تدرون، بس بيني وبينكم موضوع ولا يطلع تمام. أنا بث وياكم طبيعي وأسولف وأضحك واستهبل، بينما في شخص بيرفع عليه قضية تخيل وشخص أنا أعرفه زين، تخيل عيال شخص مرة 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 أعرفه زين، مرة أعرفه زين، تخيل عيال. مو الفترة هذه، يمكن قبل شهر، يمكن قبل شهر ونص، فكبر الموضوع بشكل يعني يعني مشكلة يعني مو بشخص شخص يعني مو أي شخص عرفتوا، فمشيت الموضوع عادي والحمد لله عدت 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 بدون ما حد يدري، عدت كذا بدون ما حد يدري وعادي أخلص وروح أبث ولا كأن في شيء عيال والله العظيم. ففي فترة من الفترات أنتم تعرفون الفترة ذيك اللي ممكن أنا فصلت على المتابعين، ممكن أنا تكلمت، ممكن كنت معصب، فكنت في ضغوطات أول ما حد كان يدري عنها، بس بعدين عدت يعني الموضوع عادي وإيزي يعني ما حد درى عنه. الموضوع كان مو بموضوع يعني سب وقذف، لا الموضوع كان موضوع فلوس، موضوع أشياء كثير فاهمين، بس عدت الحمد لله يعني. كل هذه الفترة من الفترات اللي أنتم تذكرون فيها اللي أنا كنت فيها منفس، وتوقع أنتم تذكرون الفترة ذيك اللي انفصلت. شنو السنة الجديدة؟ لا السنة الجديدة الحمد لله السنة هذه الحمد لله ما في لا مشاكل ولا غيره، اللهم لك الحمد، الأمور طيبة يا رجال، الأمور طيبة، النظارة مرة حلوة. إبراهيم منور يا إبراهيم، منور 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 يا بعد عين أخوك، منور منور يا عيال. صار لي موقف والله العظيم يا عيال إنه ما أدري شو أقول، قحطانية يا عيال والله والنعم فيها، والله العظيم قحطانية والنعم فيها يا رجال. تخيلوا نزلت بأهل الكوفي أنا والأهل وبنتقهوى نغير جو، طبعا أنا عازمهم بحكم أنهم عندي، وجالسين ونطلب الحلا والقهوة، ورفع قاعد تشرب قهوة بآيس أمريكانو، جاء خاف قال بغت تنفضل طاولات نفط. المهم بعد ما خلصنا الكوفي والجلسة والقهوة الرجال يجيني أقول له هات الحساب، يقول لي الحساب مدفوع، بقول مين دفع نفس الترند، لا قال لي الحساب مدفوع، قلت يا رجال، قال لي والله الحساب مدفوع يا ولد أنا مع أهلي مين دافع، قال لي ما أدري ما راح أقول لك حساب يا مسلم، تكلم 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 إلا واحدة جنبنا بالطاولة لحالها قالت أنا اللي دفعت الحساب وهذول أهلك عندنا بالرياض وزيارة الله يبيض وجهه، قلت لا والله ما كان ودي إنك تدفعين يا مسلمة، قالت والله العظيم راحت يا أختي، والله العظيم راحت يا أختي والله. فحاب أشكرها في البث، الله يسعدك يا رب، ما كان ودي إنك تكلفينها وهذا يعني مني، الله يطول عمرك، ما قصرت معها، أمسكرها وقلت روح أشكريها، ماما أشكريها روح أشكريها ماما مستحية ماما ماما عرفتوا. فالله يبيض لي وجهك، إن كانك تتابعين البث الله يسعدك يا رب. إلا تخيلوا ماشي مع أهلي لابس كمام، موقف صار تمام، ماشي مع أهلي لابس كمام عشان الناس يعني، وأنا مع أهلي ما أتقروش واحد يصور من بعيد ولا شيء، كانوا مع أهلي. المهم فكيت الكمام وقلت واحد من أخواني صورني، طبعا فكيت الكمام أول ما فكيت الكمام وجدت يعني جاء أخوي صورني، طب طبيعي بعد بلبس الكمام، ويوم جيت بلبس إلا واحدة عرفتوا كلكم قاعدة تصور أمي كذا مو مشكلة مو مشكلة والمرة صوتها عالي يا عيال، المرة صوتها عالي أنا ما أدري إيش أسوي أنا جاني هبوط يا عيال، تخيل كذا يا عيال وأنا إن شاء الله الله يسعدك الله
سكن والله ما ادري والله عادي والله عادي جات والله مسمر كابتشينو عيال بس تخيل يا والله العظيم بس انا خفت يوم انا انزل مكان عيال يعني اهم شيء الام امي 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 الله يسعدك ترى انا مشهور يعني بنات عادي حد يجي حد يصوب امي والله عادي امي ايش فيكم يعني لا هذه اوفر هذه ما كانت موجوده بس هذه كانت موجوده امي والله هذه ما اعرف امي طيب تمام مو مشكله مو مشكله من امك مو مشكله بس الحمد لله عدت يعني لا اله الا الله محمد رسول الله خلينا نشوف مين من تبون عيال يا اخي هذه الاوقات فاضيه ما فيها احد والله العظيم اوقات غريبه صدق خلنا ندخل عشوائي نجرب ندخل مع الناس نسولف بنت دبي يلا ادخل مع بنت دبي احكام صرخيه بسم الله الرحمن الرحيم واحد اسمه فيصل بالتيك توك والله العظيم دقيقه مين هذا ما انتبهت والله اسف دقيقه اصبر ترى كله تبون ناصر اسبوع جيبوا ناصر اسبوعي جيبوا ناصر ناصر قلني في بيك قاعد يلعب مو مشكله يلا يا تلفون من اشتقت له من اللي وحشني من جد والله العظيم والصدق الصدق الحيوان وحشني مع انه هو حيوان ما يعني الصدق بس وحشني بس هو حيوان على شكل انسان هو صفات الحيوان تنطبق عليه عرفتوا والله العظيم يعني هو كلب بس انه كويس هو صح انه بقره بس انه كويس يا عيال بس والله له وحشه انا اول ما اسافر اهلي يمكن اروح عنده صدق لفتره ما غثى لفتره كذا ما اثقل عليه يا عيال عرفتوا دي اصبر مين مكتبين حمد مين قال حمد مين يا عيال حمد مين ما في حمد مسوين قافطه يعني حمد لا مشتاق اسافر برا لندن اشوف الناس هناك اجواء حلو تبون الصدق ما راح اروح لندن الحين ترى انا يا عيال بوريكم المقطع يا عيال دقيقه ابوريكم المقطع اللي صورته ابوريكم مقطع يا عيال صورته قسم بالله العظيم جبار وين دقيقه والله العظيم تخقون عليه وين اللابتوب يا رب انه موجود يا رب دقيقه اصبروا والله لا طلع لكم قسم بالله خليكم تخقون يا الربع خليكم تقول واي هذا سعودي ولا اجنبي اصبر دقيقه يا اخوان موجودين يا رب انه موجود وينه البومات ولا ايش هو وينه مو موجود يا وينه طلع يا مشكله بجوالي قاعد ابث منه هذا بعد مشكله موجود في الجوال ودي اوريكم اياه بس اصبروا اوريكم اياه اجي اخلوكم بس لا يضرب الجوال الثاني تمام بس يا عاد تكفون ترى لا حد ينشر المقطع انا يا عيال صورته وابي يعني انزله بلا تكفون بدون فضايح بس لا يضرب عيال على جوالي هذا تمام عشان اوريكم اياه تمام دقيقه شوف الحين اوريكم اياه شوف جاهزين جاهزين دقيقه اصبروا تيليجرام شو هذا بنزله قبله بعد شوفوا تشوفون عيال خلي مفاجأة عيال قاعد أصور والله ما أوريكم أي المخرزة قاعدة تصور والله ما تشوفينه والله ما تشوفينه حسبي الله عليك قاعد يصور لا توريهم شلون اوريكم طيب يخرب بيتها والله العظيم يخرب بيتها ما توفر عيال خلها مفاجأة لا رحت لندن بصور تمام صورنا البداية طيب اوكي بسوي لكم سكيب كذا شوي عرفتوا اصبروا بوريكم كذا لقطات تمام دقيقة
خلاص وريتكم. خلاص 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 ما في ما في خلاص والله العظيم. ايش رايكم في المقطع؟ سالتكم بلا في ذمتكم ايش رايكم يا حبايب؟ انتم لب قلوبكم والله العظيم. ترى انا كذا احب دائما احب اخذ رايكم. اصبروا تن 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 دقيقه اصبروا شوف. كسرت يا حبايبي في قسمة. من تبون؟ خلاص أجل بنريح تمام. السير وعدنا بإذن الله بإذن الله يمكن اليوم أبيك لكم عيال على الساعة 2 بالليل أو الساعة 3 تمام؟ أوكي؟ أفتح بالليل. تبون بالليل الساعة كم؟ الساعة كم بالليل عيال؟ ها؟ أنا والله ودي الحين أطلع أصور لكم سنابات وهالسوالف كذا يعني. متى تبون؟ يا حبيبتي منال الله يسعدك ما قصرتي والله العظيم كلكم ما قصرتوا. اس اي يا حبيبي اس اي دائما انت موجود في كل بث الله يبيض لوجهك. منال تفاصيل خالد لدي ار تطوير انت لا المهم غالي عايش الكل والله العظيم ما قصرتوا. اي بي الذيب كلكم والله العظيم. يلا اخوان استودعكم الله نشوفكم ان شاء الله في البث الجاي ان شاء الله الساعة يمكن 3 أو 2 اخر الليل كذا ما راح ابث من الساعة 12 لا ممكن الساعة 3 أو 2. يلا يا رجال استودعكم الله شكرا. 5 مليون تكبيس بيض الله وجهكم فمان الله دي. لا ولا اقول لكم ما راح اطلع كذا بعد مبردة دقيقة عيونكم يا يعني. يلا يا بدل هنجوم يبقى الوقت ده ايه يبقى ده وقت النوم.